أدت الفنانة روبي موافقتها على بطولة فيلم الحرامي والعبيط مع خالد الصاوي وخالد صالح، والذي يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد اعتذارها عن فيلم فتاة المصنع مع المخرج محمد خان بسبب الأزمات المالية التي تمر بها الشركة المنتجة، مما أدى لتأخر التصوير رغم الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بالعمل. كان آخر أعمال روبي فيلم الشوق للمخرج خالد الحجر، والذي حصد العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية المختلفة. أول مرة بحس إن أنا من الفرحة بخاف لا يعدي الوقت، كيف أكون عايشة في كدبة ومن حلاوتها خلاص صدقت. لو كان حلم يا ريته ما يخلص بعد ما شفته، بعد ما بقى في ايديا خلاص عشته لبان.